أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالمنجزات التي حققتها البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار الرؤية المستنيرة والقيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله. نعم، رئيس البرلمان العربي قال إن هذه الإنجازات ترسخت على قاعدة أساسية واستراتيجية واضحة وضعتها مملكة البحرين، وهي المساهمة وبشكل حثيث ضمن المنظومة العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو ما عكسته الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز منظومة حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص. نوه العسومي بسجل إنجازات المملكة الحافل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وجاء في مقدمته إنشاء نيابة معنية بالاتجار بالأشخاص عام 2020 وتخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، فضلا عن إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص.